تتصاعد الأحداث المشوقة من المسلسل اللبناني زوجتي أنا، والذي يعرض كل يوم خميس، جمعة وسبت عبر شاشة الجديد، حيث بات المشاهد ينتظر الأحداث المتتالية في العمل الدرامي المميز لمعرفة ماذا سيحدث بين أمير وتارا ووائل وغير من أهم وجوه الدراما اللبنانية. ولأن المشاهد معجب بالسيناريو الذي كتبته كريستين بطرس بطريقة سهلة يشد الجمهور لمتابعة كافة الأحداث حلقة تلو الأخرى، فقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية جدا، وذلك بعدما أعلن منتج زوجتي أنا وصاحب شركة مروة جروب المنتج مروان حداد هذا الخبر السعيد، وقال في تعليق أن حلقة ليلة السبت حققت نسبة مشاهدة عالية جدا، اللهم زد وبارك. للمزيد من الأخبار لجأ الاشتراك في القناة.